الواقع اخويا، انا جيت من طنجه لهنا لمراكش بسبب واحد ولد اختي مزوج من هنا من مراكش وساكن في مشى طلع سكن في جهه الحسيمه، وعيطوا له نسابو قالوا لي اجي راه انت مراته راه مريضه. وملي جا لهنا دازت واحد 3 ايام تفاجئنا، عيطوا لينا قالوا السيد راه توفى. قال لك توفى بسبب أزمة قلبية، راه سكتة قلبية جاتو ومات. وملي جينا لهنا الدراري اللي عينوا الجود حنا باقي ما شفناهاش، لقاو رجلين ديالو مضروبين يعني مكتف السيد، وبالنسبة عنده واحد الضربة في الراس. وكان تفاجئوا عاوتاني بحاجه اخرى باللي عطاو لينا، سمعنا باللي المحضر باقي ما شفناش ولكن سمعنا المحضر باللي فيه السيد باللي راه طلع للسلوم في الدار عند نسيبو وهو وطاح، طاح من السلوم، طاح له السكر وطاح من السلوم. الشيء اللي عاوتاني الشيء اللي داروا في المحضر. انت وقعت الواقعه باش نعرفوا الواقعه البارح، ولكن ما عرفناش حنا واش في الصباح ولا في الليل. السلطات اللي كتقوم بالشغل الله يرحم لهم الوالدين باقي ما عرفناش يعني بالضبط واش السيد جابوه ميت من الدار او لا ولا داوه حتى للسبيطار عاد مات. يعني حنا باقي ما طلعناش على يعني المحضر كامل. ومهم حنا كنتفاجئوا بهذا المشكل، علاش قالوا لك بلي راه السيد يعني السيد مضروب برجليه ومضروب في الراس وكيقولوا طاح من السلوم ومات كيفاش؟ يعني داخله فيها شويه ديال الشك. هذا هو اللي كاين، وباقي كنتسناو ان شاء الله بالنسبه للدرك الملكي هما اللي متبعين هذا الدوسي. يعني التحقيق الاولى قلت لك شنو جا فيها، والثانيه راه باقي كنتظروا ان شاء الله التحقيق، وباقي كنتظروا ان شاء الله التشريح. قالوا لي توفى في شي بلاصه كيقول لها عزوزيه، والولد راه كان خدام معاهم هو نسيب مراته باد مراته هو اللي كان خدام معاه، وعلى حسب الاقوال ديال الناس الدراري اللي كانوا خدامين معاه والله اعلم حنا ما نقولوا شي حاجه نشهدوا على، كيقولوا السيد شويه طاغي شويه يعني هو نسيبه. كيقولوا الدراري كيقول لك السيد راه شويه خايف التصرف ديالو، يعني اي واحد تسولوا عليه كيقول لك الله يخليها السلعه بهذا المفهوم هذا. لا قالوا طاح في الدار عنده عند نسيبه. وحنا ملي اتصلنا بواحد بنت اخت هاد المراه ديالو، اتصلنا بلي ملي كنا جايين في الطريق سولنا قلنا ليها ما ندرش شنو وقع لعبد الرزاق، علاش شنو وقع له مسكين حتى توفى. قالت لك ما نعرف. وهي بدات كتدخل تمشي تخرج في الهضره، واحد شويه قالت لك لا انا خرجت من الدار ولقيته طايح في الدار ميت. يعني في التقرير ديال الدرك الملكي في شكل، وفي بالنسبه اللي قالت البنت عاود ثاني في شكل، يعني كاين شي حاجه ماشي هي هذيك. طيب كاين شي خلافات بينه وبين نسيبو قبل؟ الخلافات اللي بيناتهم كان خدام معاه واحد الوقت ومشارك معاه واحد المحل، وديك الولد كان عاطيه الشيكات، وديك الشيكات اللي كان عاطيه هو كان كيهددو بهم مؤخرا، حيت كان غيزوج بنته في الاول، داروا العقد ومن بعد طلق منها، باقي ما داروا الا عرس لا والو. ومن بعد هي زوجات بواحد اخر، زوجات بواحد السيد اخر، وملي عاود طلق هذاك السيد اللي طلقها والله اعلم واش طلقها ولا شنو وقع لهم، عاود كتصل به هي. المهم ترجعت العلاقه عاود كيف كانت الاول وزوج بها، وملي عاود تزوج بها هذا الشيء ظرف عام تقريبا باش زوجات به. ختاما اخويا المتطلبات ديالهم هما يسرعوا لينا بالاجراءات ديالو باش ندفنوا، بعدا قال لك الاكرام الميت هو دفنه الله يرحمه ويستر عليه. هذا الشيء اللي كانت تمناو، وكانت تمناو ان شاء الله سميتو القانون ياخذ المجرى ديالو، والسلطات ان شاء الله يقوموا بالمسائل ديالكم والدرك الملكي ان شاء الله. الشيء اللي كانت تمناو اخويا، وكانت تمناو يسرعوا لنا بالاجراءات باش ندفنوا بعدا. ودوك تمناو الا كان السيد يعني مات مغدور به، وهذا كانت تمناو تاخذ لنا الحق في ذاك السيد الى مات الموت الله الله يرحمه ويستر عليه. ودوك الناس والمشكل الاخر علاش هاد الناس ما جاوش وقفوا معانا؟ راه ما جا حتى واحد، ما جا لا باه لا مو لا حتى واحد، ما سولش غير داو وصلوا للسبيطار وحطوه
يعني راه كاين شي حاجه ماشي هي هذيك، حطوه في المستوى ديال الموات مشاو. حنا راه في مراكش دابا راه والله ما فطرت، راه جاي من البارح من العشاء ديال البارح، وحنا باقي ما كلينا حتى طرد الخبز، وهما ما جاوش تيسولوا فيك، يعني راه كاينه شي حاجه تما، يعني السيد راه ماشي متطبيعيه الشيء اللي كاين. طيب كيف كان الوليد؟ كيف كان الوليد الاخلاق ديالو؟ كيف كان نجيبو الوليد؟ خلوق ما نقدرش يعني نوصفه لك، يعني السيد طيب الله يعمرها سلعه، ما سمع منه حتى كلام دلعيب، وبحكم داك الاستحياء ديالو وهذا هو اللي خلاه يوصل لداك الشيء هذاك. يعني كان كان تيبغي داك البنت صراحه، كان تيبغيها وكيكتب عليها في الفيسبوك وهذا، يعني مسكين كان مهلوس بها، يعني عاشق، يعني عايش واحد قصه الحب يعني صعيبه انسان يتقبلها، بحكم كاع الاصدقاء ديالو في الفيسبوك راه كيعرفوا هذا الشيء هذا وكيشوفوه بالتصاور بكلشي، يعني صعيب صعيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.